هادي وتنيها وهادي طوندي يلا تيغي لي بوين دي بي تيغي 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 2 3 4 5 بوين دي بي 3 4 5 6 7 ايديس يلا هنا الاستاذه تيدين ياسر يا كم كنت كديرو لا واش انا سير سير انصاري لو دغيب خصك يلا ناخذ واحد الصوره يلا صافي يلا الله يوفقكم يلا لما شكرا صافي اجي نجيب لكم الكرسي شنو بغيتي تاخذ بالو Thank you.
السلام عليكم، معك الدكتورة بور نضال، عضوة في مكتب الغرفة النقابية للمكناس الكبرى والنواحي. بمناسبة الدور الرمضاني أود أن أوجه كلمة شكر وتقدير للهيئة المحامون مكناس على ما بذلوه من مجهودات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الرائعة، فقد قاموا بتنظيم هذا الحدث بشكل متقن واهتموا بكل التفاصيل التي تساهم في جعلها تجربة فريدة ومميزة، وإن شاء الله نتمنى أننا نشاركوا في الدوري الرمضاني. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. قناة ويسلان العزيزة على قلوب المغاربة طبعا دائما، على هيئة المحامين. رمضان مبارك سعيد للجميع، لهيئة المحامين بن كناس، جمعية المحامين بن كناس، وجميع الفرق طبيعة الحال المشاركة، وللشعب المغربي كافة. اليوم بطبيعة الحال كان افتتاح ديال دوري كرة السلة اللي كتنظمو هيئة المحامين بن كناس، مشكورة دائما. المقابلة الأولى كانت ما بين فريق هيئة المحامين بن كناس فريق أ مع فريق صيدلانيات بن كناس، وتم طبيعة الحال الفوز الكاسح المنتخب أو الفريق ديال هيئة المحاميات والمحامين بن كناس، الفريق طبيعة الحال النسوي الخاص بكرة السلة. حاليا كاين المباراة الثانية وهي خاصة بالمنتدى المحامية، كينتمي دائما لهيئة المحامين بن كناس وكاتبة المحامين بهيئة بن كناس. أعتقد بأنه سيكون إن شاء الله دوري ممتاز، وحتى المقر اللي كيتنظم فيه فهو فضاء رائع جدا. كنتمنى التوفيق دائما لهيئة المحامين بن كناس بهذه الدوريات اللي كديرها من اجل التأخي والتلاقي والمحبة ما بين جميع المهن، بما فيها الضريبة، بما فيها العدالة، بما فيها الصيدلانيات، بما فيها كلية العلوم القانونية بن كناس. كنشكر الجميع من هذا المنبر، وموفقين دائما هيئة المحامين بن كناس، وشكرا.